عاجل تحذير من اللعب بالنار في قضية سد النهضة سيؤدي لهلاك إثيوبيا. ومصر تعطي تحذيرا بشأن تشغيل سد النهضة، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل انتشار فيديو يثير غضبا واسعا في مصر لكم ثري قطار، وهان تفاصيل أكبر منجم ذهب يدر ملايين الدولارات على مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل التحذير من اللعب بالنار في قضية سد النهضة سيؤدي لهلاك إثيوبيا. ويعني من المفاجأة إن البيان ده طالع من دولة النمسا، دولة أوروبية ملهاش دعوة بالدول العربية أو الدول الإفريقية، ولكن هذا التحذير طالع من دولة أوروبية النمسا. نعرف مع بعض تفاصيل البيان النمساوي. وزير خارجية النمسا حذر من اللعب بالنار فيما يخص قضية سد النهضة ومياه نهر النيل. أشار إن الاتحاد الأوروبي منزعج من تصرفات إثيوبيا، وقال في حديث لقناة صدى البلد إنه تحدث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري حول هذه القضية. أشار إن الأمر معقد ولا يجوز أن يلعب أحد بالنار. شدد على أن مسألة المياه هي مسألة وجودية، والخلافات قد تقود إلى ما لا يحمد عقباه. نهر النيل ليس ملكا لدولة بعينها، ولا يمكن لدولة أن تتحكم في تدفق نهر النيل. أوضح أن في قواعد وقوانين دولية تحكم هذه الأمور، ولا يمكن لدولة أن تتحكم بمفردها في مجريات الأمور. وتابع حسب صدى البلد أن الاتحاد الأوروبي منزعج بشدة لما تقوم به إثيوبيا من التصرفات الأحادية في أزمة سد النهضة. مصدر معانا كان من صدى البلد. انت معاك ما شاء الله الاتحاد الاوروبي كله طالع يعني بيدين العمل الاثيوبي او العمل الاحادي من الجانب الاثيوبي، فده شيء جميل ومبشر بالخير. وامريكا المفروض انها يعني تستضيف مفاوضات مصر والسودان واثيوبيا قريبا حسب مصادر برضو يعني طلعت واتكلمت في هذا الامر. فمن المهم والعظيم ان في دول زي الاتحاد الاوروبي كله بيطلع ببيان ادانة للجانب الاثيوبي على عملية الملء الاحادي لسد النهضة، وبتحذر هذا الامر قد يؤدي لحاجة يعني مش هتحبها. ننتقل مع بعض الخبر اخر، ومصر تعطي تحذيرا بشأن تشغيل سد النهضة، والكلام ده طالع من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر. قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إن عدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قد يؤدي لتراجع كميات المياه المستخدمة في تبريد المحطات الكهربائية. خلال مؤتمر نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي تحت عنوان قطاع الكهرباء في مصر من العجز إلى الفائض، أوضح شاكر أن هذا الأمر سيؤدي لانخفاض كفاءتها في توليد الكهرباء، كما أن انخفاض مستوى المياه في بعض الأماكن التي يتم استخدامها لتبريد مولدات الطاقة سيؤثر عليها. أضاف: نحن مع الإخوة الإثيوبيين في التنبيه، ولكن بشرط ألا تؤذي طريقة تشغيل بناء السد إلى انخفاض المياه لدينا، لأن حدوث أي انخفاض في منسوب المياه نتيجة عملية الملء أو حدوث جفاف سيؤدي لتراجع حصة مصر من المياه، وبالتالي تقل كميات المياه التي تستخدم في تبريد محطات الكهرباء، ومن ثم انخفاض كميات الطاقة التي تنتجها. أكد أن مصر اعتمدت مؤخرا على إنشاء محطات بديلة تعتمد على التبريد بالهواء. وضح أن مصر تنبهت إلى أزمة سد النهضة ومدى تأثيرها على تبريد محطات الكهرباء. المصدر معانا كان من RT، يعني الكلام ده كلام فني بحت طالع من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر الوزير محمد شاكر. يعني دي وجهة نظره كوجهة نظر فنية بحتة، وطبعا هذا العمل سيؤثر على مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. أنقل لحضراتكم خبر آخر، وعاجل انتشار فيديو يثير غضبا واسعا في مصر لكم ثري في قطار. وأثار فيديو نشرته سيدة مصرية الجدل على السوشيال ميديا وخصوصا على الفيسبوك في مصر، بعدما التقطت واقعة داخل قطار إشمون طنطا خلال الاعتداء على رجل أمام ابنته الطفلة بسبب
التذكرة. السيدة قالت إنها كانت تجلس بالقطار وفجأة سمعت أصوات مرتفعة فذهبت لمعرفة المشكلة، موضحة أنه فور علمها بأن سبب المشكلة هو غرامة التذكرة أخرجت 50 جنيه لدفعها للكمساري، ولكنه رفض أن تدفع هي الغرامة مطالبا الشخص نفسه بدفعها. سيدة القطار الجديدة أضافت أن الكمساري كان برفقته أحد الأشخاص، وهو من اعتدى على المواطن بالضرب وأهانه أمام ابنته التي دخلت في نوبة بكاء متواصلة عندما شاهدت والدها وهو يعتدي عليه. ووفق رواية جميع الشهود بالقطار مؤكدة أنها طلبت من المحصل دفع الأجرة ولكنه رفض، فقامت بتحذيره من أن ما يقوم به غير قانوني لأن أكثر من شخص حاول دفع قيمة الغرامة، ولكنه أصر على موقفه رافضا استلام الأموال. وبعدها بدأت في تصوير الواقعة لكي تصل للمسؤولين. أوضحت هناء أنديل التي تعمل محامية أن الشخص صاحب التذكرة كان من المفترض أن ينزل في محطة قطار منوف، ولكنه لم يستطيع فقرر النزول في محطة الحامول، ولكن بسبب الواقعة حاول النزول في محطة قبلها لعدم قدرته المالية أو ربما لأي سبب آخر، ولكن الكمسري تعامل معه بطريقة سيئة جدا ورفض نزوله، مؤكدة أنه فور وصولها محطة شبين الكوم أبلغت قسم شرطة المحطة بالواقعة وسلمت لهم فيديو الواقعة قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. رواد مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا فيسبوك نشروا مقطع فيديو مدته 5 دقائق تم تصويره داخل قطار منوف، حيث أظهر مشادة كلامية بين كمسري ومساعديه مع إحدى السيدات مصورة الفيديو. قالت إنهم اعتدوا على مواطن بالصفع على وجهه أمام ابنته لخلاف على قطع التذكرة وعدم دفع الغرامة. ظهرت السيدة مصورة الفيديو التي استقلت القطار وهي تخرج 50 جنيه قيمة الغرامة المالية، إلا أن الكمسري رفض بينما توعدتهم السيدة بمعاقبتهم قانونيا. مصدر معانا كان من الوطن، طبعا مثال سيء للكمسري، شيء سيء جدا وشيء حقير يتم المفروض معاقبته قانونيا من قبل الجهات التحقيق ومن قبل المحاكمة. طبعا هذا الكمسري ما ينفعش يعني يباشر عمله مرة أخرى في هذا المجال، يروح يدور له على أي شغلانة. لما تضرب أب قدام بنته بالألم أنت شخص غير محترم، ويعني المفروض كان تحصل حاجات كتير، ولكن هذا الشيء يعني سيء للغاية وحرام جدا اللي هو عمله. وإن شاء الله ننتظر القانون عشان يجيب للراجل حقه. موضوع انتشر والأمثلة بتاعت الكمثالي دي كتير، وإن شاء الله ما نشوفش الأمثلة السيئة دي في مجتمعنا مرة أخرى. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وهام تفاصيل أكبر منجم ذهب يدر ملايين الدولارات على مصر. كشف مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب سنتامين مصر يوسف الراجحي أن حصة مصر الإجمالية من أرباح مشروع ذهب السكري تقارب 550 مليون دولار حتى الآن. وأكد الراجحي انتظام عمليات الإنتاج من مشروع ذهب السكري حاليا تنفيذا للخطة المستهدفة بإنتاج ما يتراوح من 400-430 ألف أوقية بختام العام الحالي. أضاف أنه يتم العمل وفقا لخطة سنوية محددة مسبقا لعدم تأثر الإنتاج. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى ما كنتش تقلت على حضراتكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.